تعادل سلبي بدون اهداف في شوط اول بين الاهلي ومازيمبي، شوط متوسط المستوى، نتيجه تعتبر معقوله بالنسبه للنادي الاهلي اللي ضاعت منه فرصتين خلال الشوط الاول، واحده مؤكده لاسامه ابو علي داخل المرمى او على خط المرمى، والثانيه لرضا سليم تعامل معها بصوره غير جيده. في المقابل تالق مصطفى شوبير في الشوط الاول، ومن وجهه نظري كان مصطفى شوبير هو نجم الشوط الاول، خصوصا بعد تالقه اخر دقيقتين. معرفش حصل دربكه دفاعيه غير مبرره اخر دقيقتين، في اخر دقيقتين قدروا يوصلوا فرقه مازيمبي لمرمى مصطفى شوبير اللي تالق عن في الزوده عن مرماه وشال اكتر من 3 فرص محققه خلال الشوط الاول من مازيمبي. كابتن شريف، نتيجة تعتبر حتى الآن جيدة لصالح النادي الأهلي. مظبوط. رغم كل الظروف اللي احنا محيطة بالمباراة وبشكل المباراة وبالترتان وبالرطوبة وكده، النادي الأهلي شكله مش وحش. النادي الأهلي شكله لو كنا توفقنا زي ما قلنا في الهدف الأولاني بتاع وسام كانت الحكاية هتبقى حاجة تانية. وخدوا لهم 10 دقايق كمان بعد الكرة دي، هما عندهم اهتزاز وأنت عندك الضغط وأنت عندك الصعوبه في المباريات دي وسط ملعبك النقل للحركه اللي هو مش موجود ينقل لك الحركه، ولكن انت برضو بتعمل الزياده العدديه وبتروح تعمل الكاونتر اتاك اللي تروح بيه على مرمى مازيمبي. مازيمبي انا مش قادر اترجم غير ان الراجل اللي هو ابراهيم كيتا اللي هو نمره 2 ده هو مفتاح الحكايه كلها بالنسبه له. بيعتمدوا عليه، بيعتمدوا على فرديته العاليه، بيعتمدوا على سرعاته، بيعتمدوا ان عنده فكر وعايز يعمل عرضيات ويشوط ويروح يقابل في المرمى وكل حاجه، هو اللي عامل المشكله دي كلها بالنسبه لنا احنا. اما بالناحيه الشمال او اي حاجه، اسلوب اللعب هو اللي بيعمل لهم الخطوره، يعني نروح قلبين كره عاليه كده تعمل بند فيشتركوا 2 فياخدوها يروح عاملينها بالعرض، يعني مفيش سيستم للعب تقدر على غرار هذه الارض انك انت تقول ايه لا مازيمبي احسن منك او انت احسن من مازيمبي. حتى بنقرا في نسبه الاستحواذ 61-39، مفيش الكلام ده اعتقد ان الاهلي هو اللي عنده الاستحواذ وهو اللي عنده الشكل. برضو هنيجي نتكلم في الهاف تايم شكل، لان كده محتاجين حد يمسك كوره بقى يصنع بقى، دام احنا بنعرف نروح وسام ابو علي ده عنده سرعات وكل حاجه ويقدر يوديه ويقدر يعمله، مره تصيب ومره تصيب يعني راحت منك واحده الثانيه، انما الحقيقه بياخد كل الكور العاليه، بيعمل تكوف، عنده سرعات، عنده. فيمكن بيرستاو يكون لي وجود دور ومجدي قفشه يعني بالنسبه لنا، لان الملعب مش ملعب بقى توازن دفاع هجومي دلوقتي، هو بقى تشتيت اللي بيوديك الناحيه الثانيه، هم بيشتتوا اكتر مننا بكتير قوي على اساس ان هم يعملوا تيكوف وياخدوا الكرة ويعملوا المرتدة تاني، يشوطوا من اي حتة. زي ما انا قلت لك التصويب في الملاعب دي بتبقى مهمة جدا. صحيح. فبالتوفيق النادي الاهلي يقدر يخطف جون باذن الله الشوط التاني. كابتن اسامة، النادي الاهلي بدأ بداية جيدة وكان الاقرب في بداية المباراة ان هو يسجل عن طريق اسامة ابو علي ورضا سليم، ولكن للاسف لما يتم ترجمة الفرص لاهداف بعدين دخل في الاجواء بعض الشيء مازيمبي، وكان ليه فرصه خطره شالها مصطفى شوبير. وباستثناء اخر دقيقتين كانت الكره تقريبا في نص الملعب، دول اخر دقيقتين عدم التركيز الدفاعي للاعيبه النادي الاهلي اللي مكنوا مهاجمين مازيمبي ان هم يوصلوا وتالق مصطفى شوبير. بس وضح الاجهاد بعض الشيء على بعض لاعيبه النادي الاهلي في خلال اخر 20 دقيقه واخر 15 دقيقه، خلى الكفه تتعدل شويه خصوصا اخر 10 دقائق لفريق مازيمبي. هو اولا الروح عاليه جدا من لعيبه النادي الاهلي. صحيح. الكميه الجري كبيره، معدلات الجري كبيره جدا من معظم اللعيبه. مظبوط. ولذلك الضغط بيعملوه كويس، يعني في كور كتير جدا بيستخلصوها، واكتر من كوره لو احسن استغلالها كانت يعني بتبقى فرقه مازيمبي قدام وعايزين يلعبوا على الكره الطويله، والثانيه بتتقطع ومنهم كره اكرم توفيق اللي رحنا 4-2 واتلعبت لوسام او رضا لما تتعاد تاني نتاكد. بس انت كان ليك وجهه نظر ان هي تتلعب ناحيه اليمين احسن ما تتلعب لوسام، لما تتعاد هتبان اكتر. فالاهلي ابتدى كويس واضاع اكتر من فرصه، وابتدى حتى بهجوم ضاغط بدون خوف، احنا كنا متوقعين انه هيلعب لتحت،
ابتدى يمكن بعد ربع ساعه او 12 دقيقه فرقه مازيمبي تبتدي ترجع في اجواء المباراه ترجع للجيم تاني، وبالذات من ناحيه ابراهيم كايتا اللي هو نمره 2 و7 اللي هو كوانزيمبي، احنا افتكرنا ان هو يلعب وسط مدافع او كان في التشكيل جاي لنا كده، لا هما الاثنين عاملين جبهه ناحيه اليمين بيحطوا الكره جوه ال 18 على طول، هي دي اللي عملت ربكه ودربكه للعيبه النادي الاهلي. تالق طبعا مصطفى شوبير في حوالي يعني اكتر من كوره، كورتين او ثلاثه مؤكدين يعني اتصرف فيهم كويس جدا. فالماتش ماشي على الوتيره دي، النادي الاهلي كان بيحاول يغلطهم واحنا قلنا يستغلوا نص انصاف الفرص لم تتم، وسام ضيع كورتين سهلين قوي. هم بيلعبوا على الكره الثانيه، يعني معظم لعبهم طويل والكره الثانيه بيلعبوا على انها تقع حوالين ال 18 بعدين يلعبوا كره عرضيه او تسديد او كده. فالامور ماشيه لغايه دلوقتي كويس، انا مش شايف ان من البدايه يحافظ على كده، ما فيش داعي للتغييرات، لكن انا مع كابتن شريف تماما ان بيرستاو وقفشه اعتقد يبقى ليهم دور، قفشه انه بيعرف يسيطر على الكره في نص الملعب، وبيرسي ممكن يعمل حاجه في الناحيه الهجوميه لان لسه الناحيه الهجوميه بيجروا كتير قوي الثلاثه اللي قدام، ولكن لسه ما فيش دقه في انهاء الفرص. يمكن بيرسي يبقى عنده حظ اوفر لو نزل او كهربا في اخر مثلا تلت ساعه او كده يعني. صحيح. كابتن عادل، شوط اول متكافئ بين الفريقين باستثناء اخر دقيقه واخر دقيقتين. ما زلت الى الان انا بقول انك عندك مشكله في الناحيه الدفاعيه، عندك مشكله في الكور الثابته، عندك مشكله في الكور اللي هي من الجنب، دي مشكلتك الكبيره. غير كده انت ماشي كويس، انت في احياء في بعض الاوقات الشوط الاولاني كنت انت الافضل وانت الاحسن وانت الاقرب، ولكن انا بحيي مصطفى شوبير شال ثلاث جوان صعبين للغايه، يعني اشتغل فيهم زي جون هاند بول وطلع كويس وسد، ولكن ال 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 الهفوات اللي عندنا الهفوات بتاعت الكره الثانيه اللي كابتن اسامه اتكلم عليها، انت لازم يبقى عندك انتشار جيد، انت ما عندكش انتشار جيد قدام ال 18 عشان كده هم بياخدوا الكره الثانيه. ان اردت انك انت تتحكم في رتم اللعب لازم يبقى في تغييره في وسط الملعب من كمان. من البدايه ليه لا؟ لانه النجيله الملعب ده بقيمه مباراتين من مباريات النجيل الطبيعي، فانت اكيد لعبتك انت شفت في اخر 10 دقائق، انا متاكد تماما ان هينزل بيرسي تو مكان رضا سليم في البدايه، ولكن انا بتكلم على الحته بتاعت انك انت عشان الحته الدفاعيه بتاعتك لازم يبقى عندك تملى نص الملعب، لانه هيبداوا في الشوط الثاني يبقى عندهم شراسه اكتر، هيبداوا في الشوط الثاني الكور الاطول وييجوا يضغطوا عليك الكيك اند رش اللي هي اللعب الانجليزي بتاع زمان، عشان كده بقول لك لازم النادي الاهلي يحافظ على الكره الثانيه. كابتن بلال، سريعا رايك في اداء الفريقين الشوط الاول وايه اللي ممكن يفكر فيه مستر كولر الشوط الثاني؟ شوط اول جيد من وجهه نظري للنادي الاهلي يعني. نتيجه ولعبا طبيعي جدا، انت بتلعب مازيمبي في مازيمبي اكيد هيهاجموا هيبقى ليه فرص، وضع طبيعي خد بالك كويس، انت كمان كان ليك فرص في بدايه الشوط وكان ليك فرص على فترات، بس شويه هدوء الاهلي يقدر يسجل هدف، هدوء بس محتاج كويس. هدوء من الثلاثه اللي قدام. الشوط الثاني زي ما اتفقنا كابتن ايمن المباراه دي بتقسمها شوطين، المباراه نفسها يعني الشوط اول اجدت فيه بشكل كويس على فكره دفاعيا وهجوميا، يعني انت مش لازم تروح هناك ما يجيش الفرقه ولا فرصه، تلعب فرقه سريعه بتلعب في السيمي فاينل، يعني فرقه عندها سرعات عندها امكانيات عندها قدرات بتضغط وسط ملعبها، بتلعب على ملعب هي حافظاه بشكل كويس، لعيبه حافظه بعضها، ده طبيعي جدا. لكن الشوط الثاني لازم يبقى فيه بلان للكاونتر اتاك افضل من كده شويه، تمام؟ لازم حتى كمان يبقى فيه تغييرات، واضح ان بعض اللعيبه اجهدت، يعني عبد القادر اجهد، رضا سليم واضح برده عليه بعض الاجهاد، هل ممكن يجازف من البدايه ويلعب مجد اشرف في نص ملعب؟ ما اعتقدش انه ممكن يعملها من البدايه، برضو ممكن يبقى ينتظر. انا بقول لك طرفين الملعب محتاجين تغييرات، طرفين الملعب، لكن قلب الملعب ما اعتقدش انه من البدايه ممكن يعني يعمل الحته دي، لو لا قدر الله مغلوب ممكن خلاص يبتدي يفكر في الحاجه الثانيه ان انا ابتدي اغير في نص ملعب، لكن في الوقت الحالي اعتقد ان هو هيبقي على الثلاثه في قلب الملعب عشان يقدر يقفل نص ملعب بشكل كويس، لان هم فرقه ما بتعتمدش بس على الكرات العاليه، ده فرقه كوره بتلعب كوره بشكل سريع. توفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، شوط اول جيد من وجهه نظري، لو الشوط الثاني استمرنا بالشكل ده نقدر نسجل هدف ان شاء الله، ما نستقبلش هدف باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، تحيي الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.